دكتور مصطفى البغا، دكتور سعيد، بغض النظر يعني نحن عن بعض الامور، دكتور سعيد رمضان نور البوطي، الدين عتر. الدكتور نور الدين عتر، الشيخ نع شو اسمه، وهبي محمد وهبي. لا والدكتور وهبي في الجامعة، الدكتور محمد زحيلي في الجامعة، والدكتور أحمد حجي الكردي في الجامعة، في، بس أنا عم بحكي اللي قرأت عليهم في الشيخ خالد الجباوي، لكن قرأنا لغة عربية فقط يعني وتفسير يعني. نعم، فالمهم النبع واحد يعني، ليس شرطا إني أنا أقدر شيخ إذا ما قرأت على إيدي، أنا أقدره لعلمي، أنا بقرأ بمس إيه أمسك هلا واحد ما بيعرف الشيخ صفوان الله يحفظه ويقرأ هذا الكتاب يجله وهو لا يعرفه. ليه؟ من خلال ما كتب، هذه الكتابة التي كتبها تدل على علم، تدل على فهم، تدل على قواعد وضوابط، رجل تعب على حاله انتبهنا وهكذا. قال: هذا العلم من مفاخر المسلمين، فهم الذين اخترعوه وأوجدوا. من الذي أوجد علم أصول الفقه؟ هذا العلم لا يوجد في كل الرسالات السماوية، ما عندهم أصلا. يعني النصرانية ما لها علاقة بالحياة، ما فيها يعني، سيدنا عيسى ما تزوج، فبنقدر نقول والله شو حكم الزواج عند كيف كان يعامل، كيف الإنسان لازم يعامل زوجته؟ طيب سيدنا عيسى ما تزوج وما جاء أولاد، انتبهنا، فما بنقدر يعني. اما النبي صلى الله عليه وسلم تزوج واتى اولاد واحفاد وجاهد، سيدنا عيسى ما قاتل، جاهد النبي عليه الصلاه والسلام، فهو قدوه لنا في الحرب، قدوه لنا في السلم، قدوه لنا وهو اب، قدوه لنا وهو جار، قدوه لنا وهو تاجر، النبي عليه الصلاه والسلام تاجر، قدوه لنا وهو غني، قدوه لنا وهو فقير، وهكذا. فهذا من مفاخر المسلمين علم أصول الفقه. قال: هو الذي، هذا العلم، شوفوا التعريف للشيخ بأجمله، هو الذي يصحح طريقة التفكير الفقهي. اليوم أنت بدك تفكر تفكير فقهي صحيح وتنضبط وما تضيع وما ما تطلع عن السكة، القطار لما بيطلع عن السكة بيهور، إذا بدك ما تهور ولا تعتدي على شرع الله، بعد ما تتعلم اللي بيضبط لك ضوابط اللي بيصحح لك طريقة تفكيرك الفقهية هو علم أصول الفقه، ويكون العقل الفقهي. دول الكلمتين، أو لسه في عبارة ثالثة، ثلاث عبارات: يصحح طريقة التفكير الفقهي، يكون العقل الفقهي، ينظم حركة العقل في الاجتهاد الشرعي، ودونه لا يمكن الخوض في الفقه ولا الاجتهاد في مسائله. اليوم مثل ما حكينا قبل شوي، نحن نعيش حالة من العبثية والعشوائية والفوضى الفقهية، فوضى الفقهية. يعني عم يقول أحد المشايخ، دخل على الداخل قال لي: والله كنا من يومين يعني وكانوا المشايخ عندنا، قال: والله واحد أنا أعرفه في الشام، لما كنا في الشام يعني مو بس ليس عالم، لا يعني حتى بتحس أحيانا مو سوي كثير، يعني في لوزة. قال: دخلت على منطقة الشمال لقيته خطيب منبر. يا أخي، يا أخي، اليوم نحن اليوم لما بدهم يختاروا أمين فوج يخضع إلى فحص، امتحان شفهي وكتابي، وبعدين بتجرب بخمسين حجة، خرج هذا الزلم يقود لما ما خرج، انتبهنا، ما بصير هذا الكلام. فاليوم هلا عم نحكي على اللي بده يصير طبيب، بده يمر بستة سنوات طبيب، وبعدين بده يمر باختصاص، وبعدين بده يمر بمزاولة مهنة، وبعدين بيتجرب كمان، وإذا خالف يمنع من مزاولة المهنة مثلا لعدة سنوات. ما بصير أي واحد يطلع على المنبر ويعتدي ويقول أنا والله بدي وقف على هذا المنبر. إذا احفظوا هذا الكلام، أصول الفقه من مفاخر المسلمين، يصحح طريقة التفكير الفقهي، يكون العقل الفقهي، ينظم حركة العقل في الاجتهاد الشرعي، ودون هذا العلم، ودونه لا يمكن الخوض في المسائل الفقهية ولا الاجتهاد في المسائل النازلة. هلا النازلة، حركة العقل الفقهي،
في الاجتهاد الشرعي، حركة العقل في الاجتهاد الشرعي، واضح؟ طيب، يعني معنى هذا الكلام، هلا هذا الكلام اختي ام عمر يلي حكيناه كله، ما معناه؟ بدنا نجاوب على هذا السؤال، ما معنى انه يصحح طريقة التفكير الفقهي، انه يكون العقل الفقهي، انه ينظم حركة العقل في الاجتهاد الشرعي، وان دونه لا يمكن الخوض في المسائل الفقهية ولا المسائل النازلة؟ ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الغاية من علم أصول الفقه، الغاية من علم أصول الفقه هو تخريج المسائل النازلة على القواعد القائمة. خليكم معي لحظة، المسائل القواعد الأصولية محدودة أم غير محدودة؟ قواعد أصولية محدودة، مقتضى الأمر الوجوب، مقتضى النهي التحريم، النكرة في سياق الشرط أو تعم انتبانا وهكذا، هذه القواعد محدودة. لكن المسائل التي تحصل للأمة الإسلامية التي تستجد في تاريخ الأمة مسائل غير محدودة. طيب كيف يمكن للمحدود أن ينظم الحكم الشرعي لغير المحدود؟ قال من خلال علمي، وضحت المسألة؟ من خلال علم أصول الفقه، لذلك هو الذي يصحح طريقة التفكير الفقهي، هو الذي يكون الشخصية الفقهية أو العقل الفقهي. يا جماعة اليوم القطار إذا خرج عن سكته وقع، وكذلك الإنسان إذا خرج عن سكة علم أصول الفقه التي هي مضبوطة بالضوابط الشرعية والضوابط اللغوية والضوابط، يعني هن اجوا للغة العربية واخذوا منها قواعد وضبطوا فيها المسار، انتبهنا؟ فكذلك اليوم من غير ان تقرأ ايها الانسان المسلم علم اصول الفقه لا تستطيع ان تتصدى للمسائل النازلة. اليوم كل يوم عندنا مسائل نازلة ومسائل جديدة، وإذا تصدى الإنسان للمسائل الجديدة القادمة النازلة التي تجري بسبب تطور الحياة فهذا يعتدي على الفتوى، وأجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. ما بيصير اعتداء، هذا مثل الطبيب اللي مثل هذا اللي عم يدعي إنه هو طبيب يروح يفتح عيادة وهو ما له طبيب. إذا في دولة من حقها مثل هون بتركيا بحطوه بالسجن فورا. شو واحد قاعد عم يتصدى لمهنة الطب أو مهنة المحاماة؟ لسه الطب عم تتدخل بحياة الإنسان، المحاماة هو اللي عم يدافع. ما بيصير واحد يزوج ويطلق ويقيم ويبرم عقود وينهي أمور هو ليس لا يملك شهادة وليس مخولا من الجهات الرسمية في الدولة. طيب كيف عم يفتي ويحكي ويقيم ويحط ويهاجم الإسلام ويهاجم الأئمة ويهاجم الفقهاء؟ وكيف عم يحكي هذا الكلام؟ هذا اعتداء. أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. طيب إذن الغاية من علم أصول الفقه معرفة تخريج النوازل الفقهية الجديدة. لذلك يقول الإمام الآمدي رحمه الله في كتابه الإحكام، وأما غاية علم الأصول، أي مو موجودة بالكتاب، وأما غاية علم الأصول فالوصول إلى معرفة الأحكام الشرعية، غاية علم الأصول الوصول إلى معرفة الأحكام الشرعية التي هي مناط السعادة الدنيوية والأخروية. لا يمكن إنسان يكون سعيدا إلا بمعرفة حكم الله، وحكم الله باق إلى قيام الساعة. ألا بيجي واحد ما بعرف قديش دافعين له مضروبة هون عنده براسه شغلة، أو صار علماني أو صار مستأجر أو صار لو حاطت عمامة على راسه، يجي يقول الإسلام لا يصلح لكل زمان ومكان، أنت تنسب الجهل إلى الله. هذا القرآن الكريم نزل على قلب رسول الله وحيا وهو حجته البالغة إلى آخر لحظة في هذه الحياة إلى أن تقوم الساعة.
فأنت عندما تقول الإسلام لا يصلح، القرآن لا يصلح، فأنت تنسب الجهل إلى الله. أنت تقول الله عز وجل لا يصلح أن يخلف. كيف يصلح؟ كيف اليوم الأقمار والنجوم والشموس والمجرات ماشية مع بعضها البعض لا تصطدم؟ كون عجيب. كيف أنا عم باكل وأشرب وأمعاء وأجهزة عم تشتغل وكلاوي وشغلة ودقات قلب وأنا نايم عم يدق القلب وشي عم يشتغل بشكل عجيب؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ كيف؟ وبعدين الله عز وجل يعجز عن تنظيم حياة البشرية. كيف؟ هذا الكلام اعتداء على الله عز وجل قبل أن يكون اعتداء على الحقيقة نفسها. وهذا كلام لا يقوله إلا من دفع له المال أو ردده كالببغاء ممن دفع له المال فبتبناه وهو يظن أنه يعني مثقف وفهمان. طيب الشيخ هون حاطط يعني كاتب الدرس الأول اللي درس فيه هذا الكتاب نقلت عنه إن الذي جعل شوفوا العلماء يا جماعة شوفوا العلماء شو بيقول هذاك الغبي شو بيقول أو المأجور أو المستأجر شو بيقول القرآن لا يصلح. بتعرف شو عم تعمل أنت عم وضعت نفسك على أخطر نقطة والله يجيرك من سوء الخاتمة. هذا الإنسان اللي بيقول القرآن لا يصلح. الشيخ صفوان داودي حفظه الله يقول في درسه عندما قرأ وأقرأ هذا الكتاب يقول إن الذي جعل الشريعة الإسلامية مرنة وصالحة لكل زمان ومكان هو ما فيها من قواعد أصول الفقه. شو رأيكم؟ إن اكتبوه استفيدوا للشيخ. أنا أنقل لكم كلامه بأمانة. إن الذي جعل الشريعة الإسلامية اكتبوا بالأخير شيخ صفوان داودي الله يحفظه. إن الذي جعل الشريعة الإسلامية مرنة وصالحة لكل زمان ومكان وصالحة لكل زمان ومكان هو ما فيها من قواعد أصول الفقه. طيب ثم يقول بعد ذلك أعني الاجتهاد والقياس. النصوص الشرعية محدودة هو ما فيها من قواعد أصول الفقه. هلأ عم يذكر الشيخ الكلام اللي أنا ذكرت لكم يا طبعا يعني هو عندما ننقل كلامه أنا أؤيد كلامه أؤيد ما أقول به وليس العكس لكن من باب الأمانة أنا ناقله أيضا. يقول النصوص الشرعية محدودة والأحاديث النبوية محدودة أما الحوادث فهي غير محدودة وفي كل زمان لدينا حوادث جديدة فكيف نلحقها بالأصول الشرعية؟ قال بالقياس والاجتهاد. وكيف نفعل ذلك؟ قال عن طريق علم أصول الفقه. وضح هذا الكلام؟ طيب أظن هذه المسألة قتلناها بحثا. ننتقل إلى المسألة التي الشيخ صفوان نفسه صاحب بس مو ليس بالكتاب وإنما في تدريسه لهذا الكتاب. طيب الآن ننتقل إلى المسألة التالية. كم بقي من الوقت أجل الدرس؟ كم؟ 10 دقائق. إذن ننهي هذه المسألة. أول من دون هذا العلم ووضع مسائله هو الإمام محمد ابن إدريس الشافعي. أول من دون هذا العلم ووضع مسائل هذا العلم. أنا حجيب لك نسخة أظن عندي نسخ. لا لازم لاقي نسخ إن شاء الله تعالى. لا التصويرية اللي صورناها نسخ المصور. انت عندك الكتاب بالبيت؟ هدول على شو شوفي الله ضروري هذاك احسن بكثير. خلينا مشان نكسب العشر دقائق. اول من دون هذا العلم يقول الشيخ صفوان حفظه الله ووضع مسائله الامام محمد بن ادريس الشافعي المتوفى سنة 204 أو سنة 420 للهجرة فألف كتابه الرسالة وما زالت موجودة إلى زماننا. هلأ ليش قال وما زالت موجودة إلى زماننا؟ في إلغاء الشيخ
يعني ما قال وألف كتابه الرسالة وتوقف، قال وألف كتابه الرسالة وما زالت موجودة إلى زمن. هلا هذا الكلام اللي نحن قلنا بأن أول من دون هذا العلم هذا شبه إجماع عليه، لكن ليس فيه إجماع، يعني أكثر العلماء في كل العالم الإسلامي وفي كل العصور أن أول من دون علم، من دون كتبه علم أصول الفقه والإمام الشافعي. لكن الحنفية يقولون غير هيك، الحنفية يقولون أول من دون هو الإمام أبو حنيفة، ويقولون إن له كتابا اسمه الفقه الأكبر. لا عفوا دي اللهم صل على سيدنا محمد، عفوا الرأي، له كتاب اسمه الرأي. هلا بإيش بماذا رد الشيخ عليهم أو رد العلماء عليهم؟ أن الرأي أولا يطلق على الفقه، لذلك يطلق على مدرسة الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه مدرسة الرأي، مدرسة الرأي، ويطلق على المذاهب الثلاثة مدرسة الحديث، وإن كانوا يأخذون بالحديث لكن غلب عليهم الرأي فاشتهروا به فقيل مدرسة الرأي. إذن كلمة الرأي هم يقولون هناك كتاب في الأصول دونه أبو حنيفة، ومن المعلوم أن السنة التي مات فيها الإمام أبو حنيفة هي التي ولد فيها الإمام الشافعي، فمن أقدم؟ الإمام أبو حنيفة، فقالوا أول من دون هو أبو حنيفة، وبعضهم قال أول من دون هو أبو يوسف، وبعضهم قال أول من دون هو محمد ابن الحسن الشيباني، هذا من حرصت على فكرة الشيباني. طيب الشيء الآخر هو الشيخ شو قال هوني؟ وما زالت، يعني وما زالت الرسالة يعني موجودة إلى زماننا، قال كتاب الرأي غير موجود. فهم يقولون أول من دون هو الإمام أبو حنيفة ولو كتاب في ذلك الرأي. الرد الأول أن كلمة الرأي تطلق على الفقه، والرد الثاني أنها غير موجودة، فكيف أحتج على الموجود بالمفقود؟ يعني أنا بدي أعتمد أنه الإمام أبو حنيفة هو أول من دون وما عندي نسخة، بينما نسخة الرسالة موجودة إلى هذا اليوم وتطبع في كل عصر، غير موجود. يعني نقل أنه ألف في هذا العلم. طيب أين هي نسخة؟ جيبونا نسخة مخطوطة، جيبونا انتبانا. فلذلك قلنا شبه إجماع، لأن الحنفية يقولون بأن أول من ألف هو الإمام أبو حنيفة، الله يرضى عنه ويرضى عن الشافعي، يرضى عن الأئمة جميعا. لكن نحن نناقش الآن مسألة بموضوعية وشفافية. والشيء الآخر، كتاب الرسالة موجود وكتاب الرأي مفقود، ولا نحتج على الموجود بالمفقود، واضح. والشيء الثالث أنهم اختلفوا حتى فيما بينهم السادة الحنفية، فبعضهم قال أول من ألف هو أبو حنيفة، وبعضهم قال أول من ألف هو أبو يوسف، وبعضهم قال أول من ألف هو محمد بن الحسن الشيباني. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. الله، أنا برأيي أو نحكي النقطة هي الأخيرة، لأنه خلص الوقت، قبل ما ننتقل لأصل أصول الفقه. يعني أصول الفقه علم كان موجود كما سيأتي معنا، وكان سليقة يدور على الألسنة، يعني دار على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أصول الفقه، ودار على لسان أبي بكر، ودار على لسان عمر، ودار على لسان عثمان، ودار على لسان كبار الصحابة وكبار التابعين وهكذا. لكن أول من دون نحن وجعله علما مستقيم، يعني دائما الفضل لمن يكتب أول مرة، انتبهنا، دائما الفضل لمن يكتب أول مرة. طيب قال كتاب الرسالة في أصول الفقه، لماذا سماه الرسالة؟ يعني لماذا أطلق عليه الإمام الشافعي هذا الكتاب الرسالة؟ قال في رجل اسمه عبد الرحمن بن مهدي، وكان من أئمة الحديث، كان يلقب عبد الرحمن فضل